لقد كانت معركة الجرف التي جاءت بعد شهر من هجومات الشمال القسنطيني ساحة للنزال، أظهر فيها مجاهد جيش التحرير الوطني استراتيجية عسكرية محكمة عبرت عن عبقريتهم وشجاعتهم وتفوقهم على فيالق المستعمر المدججة بالآليات العسكرية التي دحرها مجاهدون الأشاوس بقوة إرادتهم. هذه المعركة كان لها تأثيرات حاسمة سواء بالنسبة لمسار الثورة في الداخل أو في الخارج. بالنسبة للداخل أخذت الثورة أشواطا واستطاعت أن تستقطب أكبر عدد من الجزائريين وتوسعت الرقعة الشعبية بالنسبة للثورة وامتدت إلى الشرق وإلى الغرب، ومن ثم بدأ يظهر البعد الوطني الشامل للثورة الجزائرية في الداخل. وبالموازاة كانت الفرق الدبلوماسية الجزائرية تشتغل في الخارج من أجل التهيئة لإدراج القضية الجزائرية في هيئة الأمم المتحدة، وهذه المعركة أثبتت بأن ثمة جيشا منظما قادرا على مواجهة الاحتلال وبأن القضية الجزائرية هي قضية عادلة.